نطرح التساؤلات ويجيب عليها ذوي الاختصاص. وفي أولى فقراتنا بأخبار البلديات. مع بلدية شخرة بالجنوب الليبي، حيث قام مكتب الجهد الفائق بالوعاد بتغيير المحمول الكهربائي الخاص بالبلدية. وقال مهندس في شركة الكهرباء علي عبد القادر إن المحمول سيغطي أريحية كبيرة في تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المحمول السابق كانت سعته 5 ميجاوات، وأن المحمول الجديد سعته الضعف بقوة 10 ميجاوات. فيما يشهد الجنوب الليبي بالوعاد استقرارا في التيار الكهربائي منذ قرابة الشهر. نبقى في بلدية شخرة، فقد انطلقت دورة تدريبية في مجال الإدارة والحاسب الآلي تحت إشراف مكتب العمل والتأهيل بالمدينة. وقال مدير المكتب صلاح بوثمانية إن الدورة تستهدف الموظفين في القطاعات الحكومية والمجلس البلدية، وذلك من أجل رفع كفاءة الموظفين وتحديث المعلومات والمهارات الفنية والعلمية. وأشار صالح أن عدد الموظفين المستهدفين للمرحلة الأولى بلغ 50 موظف منقسمين إلى مجموعة، مشيرا إلى أن الدورة تستمر لمدة 30 يوما وبمعدل ساعة ونصف يوميا. أكد مدير مكتب الامتحانات الواحات بجالو سعد الشرداخ إحالة أوراق الامتحانات الشهادة الثانوية إلى الإدارة العامة لوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة لإتمام عملية التصحيح. وأشار الشرداخ إلى أن عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات لهذا العام على مستوى مدن الواحات جالو وأوجل وشخرة ومرادة كان عدد الطلبة والطالبات إلى 475 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الامتحانات لم تشهد أي مشاكل أو عراقيل من قبل المشرفين. وأضاف أنه من المتوقع في العملية التصحيح خلال شهر، وسيتم إعلان عن النتائج مع بداية شهر سبتمبر القادم. أما في بلدية بنغازي، فقد طلب قطاع التربية والتعليم من كافة مدارس المدينة تحديث البيانات في المنظومة للعاملين، حيث أنه سيشير القطاع بجمع البيانات عن طريق المكاتب الخدمية بدءا من الأسبوع المقبل. وشدد القطاع على إدارة المدارس مراجعة البيانات المدخلة سابقا والتأكد من صحة الرقم الوطني. ودعا قطاع التربية والتعليم إلى إدخال بيانات المعلمين الحديثة إلى المدرسة ولم يتم إدخال بياناتهم، والتأكد من المؤهل والتخصص الوظيفي لكل موظف ومعلم في المدرسة حسب العمل المكلف به في العام الدراسي 2016. وذكر قطاع التربية والتعليم أنه في حال كانت المنظومة مغفلة أو بها عطل، فيجب على المدارس التواصل مع قطاع لتحديث المنظومة. أما في فقرة تقرير ميداني، يعاني المواطن الليبي من جراء غلاء الأسعار في السلع التموينية والغذائية الموجودة في الأسواق، فالمواطن يلقي باللوم على التجار في استغلال الوضع البلاد، بينما التجار يلقي أيضا بالملامة على الوضع الحالي واستيراد المواد من الخارج في ظل إقفال المنفذ البحري وتقليل الطرق في الاستيراد. وبين هذا وذاك يبقى من يستغل الوضع الراهن والتحكم في سعر السلع الغذائية، ولكن يبقى المواطن بين السدان الأول ومطرقة الثاني. مشاهدينا الكرام، فريق إعداد برنامج أخبار البلاد أعد لنا التقرير التالي. يعاني المواطن في مدينة بنغازي من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي يجعله عاجزا عن توفير ما يحتاج من قوت يومه. فلم يقتصر الارتفاع على مواسم معينة كشهر رمضان المبارك، بل طال كل العام. حرام حرام، يعلم الله مضره للمواطن البسيط، المواطن اللي مستحق فيه، اللي مش قادر حق حتى القوت متاعه. هذه اللي نقولها لك هنا، بس كل شيء أسعار خيالية، حقها دبل، أكثر من دبل، ثلاث مرات حقها. الله غالب عليهم، حتى هم يشتروا في الدولار غالي، ما فيش في الدولة ما أعطتهمش ولا حاجة. طبعا هناك ارتفاع في الأسعار، ارتفاع مبالغ فيه يعني، وهذه أحد الظواهر السلبية لكل الحروب أو الثورات. دائما هناك ناس يستغلوا وضع البلاد، ويستغلوا أن رفع الأسعار برفع يعني مبالغ فيه، في كل حاجة مبالغ فيها. ولما تسأل التاجر يقول لك والله الدولار قاعد، الدولار مش عارف ايش،
هذا كله كلام مردود عليهم، لان فيه وحدين مخازنهم كانوا يشتروا في البضائع هذه مخزنه باسعار السابقه يعني مده سنتين او ثلاثه ويبيعوا فيها الان استغلال للوضع الاقتصادي للمواطن الليبي. وهذا طبعا لا يبرر ليه، لان عدم وجود دوله يعني في غالبا مشاكل ارتفاع الاسعار لا ترجع الى سبب واحد بل الى عده اسباب، ولكل سبب نسبه معينه في حدوث تلك المشكله. فبين تاجر يضع اللوم على اللا دوله لعدم مراقبه الاجهزه المعنيه للاسعار، وبين ارتفاع سعر الدولار واحتكار السلع من بعض التجار نجد المواطن وحده من يدفع الضريبه. اكبر سبب الدولار، كله تشكي من الدولار، بدأك التجار لما يجيب حاجه وسعر الدولار ما فرقاه يرقى بسرعه، فنزول ينزل بالقرش بالقرشين، وفي يوم وليله تلقاه يقول لك اليوم زاد 50 زاد ربع، كله تشكي منه. والحاجه الاخرى الاحتكار، اغلبيته في مثلا سلعه تلقى زيت طماطم هني يدسوه فتره كي ينقص يجي يطلعوه يزايد فيه، اخر تلقيه وقته بقل ويبيع باكثر. لعجز الدولة على السيطرة على سعر السوق الموازي وجملة فساد الاعتمادات ونقص السيولة المصرفية، كل هذا يجعل المواطن وحده يقبع في قعر المعاناة. فلا حلول وضعت ولا مساعي حقيقية لحل تلك المشاكل والتي أصبحت تزداد يوما. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة ضيف وملف. يشهد قطاع الصحة حالة من التدهور الصحي قليلا، يأتي ذلك في ظل افتقار نقص الميزانية التي تحد من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ويبقى الاعتماد على المستشفيين بالمدينة وهما المركز الطبي ومستشفى الجلال للجراحة والحوادث العامة داخل بنغازي والمنطقة الشرقية بأقسامها الطبية، الكلى والأورام وأمراض الدم والولادة والأقسام الجراحة. استقالات عناصر التمريض الأجنبية المتخصص ومغادرة البعض هي الأخرى، ناهيك عن تعرض المباني لقذائف وتفجير. شركات الإعاشة والخدمات داخل المستشفيات تطالب بجميع مستحقاتها. أيضا نقص الأسرة وزيادة عدد المرضى، الافتقار إلى الأطباء والأطباء المساعدين بسبب نزوح عدد منهم، يبقى الوضع على ما هو عليها. يسعدني ويشرفني أن نستضيف مدير مركز بنغازي الطبي الدكتور محمد الزوي في استديوهات قناة ليبيا الحدث. دكتور أهلا بك. ما جديد اللجنة الإدارية بالمركز الطبي بعد تغيير المسمى من المجلس التنفيذي إلى اللجنة الإدارية بالمركز؟ هو طبعا يعني الاختلاف ليس كبير فيما يخص العمل الإداري بالمركز، ولكن هو فقط مسمى. يعني ممكن المجلس التنفيذي كان واسع في مكوناته، أصبحت اللجنة الإدارية يعني أكثر تقنينا. نعم. في إدارة المركز يعني. نعم. ولكن على المستوى العملي أو المهام نفس الوظيفة إن شاء الله يعني. نعم. طيب، ما هي الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مدينة بنغازي ولعل من أبرزها مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء؟ أولا أشكركم على اهتمامكم بالشأن الصحي في مدينة بنغازي. كما يعلم الجميع أن هناك يعني تعثر كبير في تقديم الخدمات الصحية. نعم. بنغازي تمر بأزمة منذ أكثر من عامين. نعم. وهذا شيء انعكس يعني بصورة كبيرة على السعة السريرية اللي كانت فاعلة في مدينة بنغازي، تقلصت إلى حوالي ممكن نقول 25% من السعة اللي كانت موجودة. نعم. وهذا طبعا أثر بشكل كبير ومباشر على تقديم الرعاية الصحية. نعم. للمرضى. جانب آخر مهم هو طبعا نتيجة الظروف اللي حصلت ونتيجة الظروف المالية بالذات، يعني في موضوع المصارف والتحويلات أصبحنا الآن نواجه في عملية نزوح كبيرة جدا الفترة الماضية للأطقم الطبية اللي كانت يعني متخصصة وكانت. طيب دكتور، الأحداث التي حدثت في مدينة بنغازي على ماذا انعكست على الكوادر الطبية وأيضا على قطاع الصحة في مدينة بنغازي؟ هو كما يعني أنا استطيع ان اقول لك، يعني من فتره احنا نعاني من قصه نقص العناصر الطبيه هذه، واصبحت الان بصوره كبيره يعني. نعم. نتيجه ان الاطقم الاجنبيه طبعا غير قادره ان هي تقوم بالتحويلات المصرفيه تاعها، وبالتالي اصبح هناك استقالات جماعيه. نعم. كل اسبوع تاتينا استقالات. الامر هذا طبعا رفعناه للجهات المختصه، لان نعم. الحفاظ عليهم يعتبر يعني شيء ضروري وشيء استراتيجي يعني في استمرار العمل. نعم. كما تعلم مركز بنغازي الطبي فيه 20 تخصص طبي، وهي يعني تخصصات يعني ذات احتياج كبير وأهمية كبيرة لأطقم ماهر يعني. نعم.
لازال نحن شبابنا يعني وبناتنا في طور انهم ان شاء الله يعني يوم ما يقود العمل، لكن لازال نحتاج لخبرات في هذا الامر، فبالتالي الامر اثر علينا بصوره كبيره. طيب دكتور، في ظل هذا النقص الكبير الذي تشهده مستشفيات في مدينه بنغازي، كيف تتعاملون بشكل يومي مع المرضى الذي يتوافدون الى المركز الطبي لمدينه بنغازي؟ هو طبعا من يوم افتتح المركز في عام 2009 الى هذه اللحظه لم يقفل المركز بنغازي الطبي في اي يوم من الايام، يعني بالعكس، رغم انه حتى تعرض لقصف في فترات قريبه يعني، وحتى فترات ماضيه، حتى في ناس يعني اصيبت من الاطقم الطبيه في هذا الامر، حتى في ناس فقدت ارواحها يعني، لكن رساله المركز مستمره، الاطقم الطبيه والاداريه دائما جنب الى جنب في العمل. رغم ان الظروف صعبه ما نقدرش ننكرها هذه، ولكن نحن دائما مهمتنا بدرجه اولى الاستمرار في تقديم الخدمه مهما كانت الظروف صعبه، مهما كانت الامكانيات قاصره، لكن احنا مستمرين يعني. نعم. طيب دكتور، لو طلبت منك انك انت تعدد لي النقص داخل مستشفيات في مدينه بنغازي وفي مركز بنغازي الطبي. طبعا هو بالدرجه الاولى هو موضوع الامداد، تعرف هذه التخصصات الطبيه يعني متعدده ومحتاجه الى امداد شبه يومي. طبعا الظروف اللي تمر بها البلد من ناحيه القصور في الميزانيه، من ناحيه ان المنافذ اصبحت صعبه سواء كان من ناحيه المنفذ الجوي او البحري بنغازي، هذه اثر حتى على موضوع نقل الادويه والمستلزمات، خصوصا فيما يخص ادويه التخدير وادويه الاورام. نعم. فهذه لها تاثير، وان كان يعني تجاوزها يعني لحد ما ممكن احنا قادرين عليه يعني. ولكن نقص السيوله بالدرجه الاولى، تضخم المالي اللي تعاني فيه البلد بالذات مدينه بنغازي، اصبح يؤثر حتى على مواردنا الماليه اللي هي ممكن مخصصه من اجل تغطيه هذه البنود. نعم. انت تعلم ان السعر الموازي ضخم جدا على الدينار الليبي، فاصبحت فاعليه الدينار الليبي. نعم. طيب دكتور، المواطن الليبي في مدينه بنغازي صراحه يشتكي في نقص كبير او في تردي الخدمات الطبيه والصحيه داخل مستشفيات مدينه بنغازي، الى ماذا يرجع ذلك؟ يعني ما هو سبب ذلك؟ أنت تحدثت عن افتقار للعناصر الطبي الأجنبي، ولكن المواطن الليبي يفضل الذهاب والتعب والسفر وعناء أيضا السفر والذهاب إلى المستشفيات في خارج البلاد، يقول لا يوجد قطاع صحة في مدينة بنغازي وأيضا في ليبيا، ما تعليقكم؟ هو لا نستطيع أن احنا نشحف جهد الناس اللي تعمل من الزملاء أطباء وطبيبات وأيضا عناصر التمريض وكل العناصر المساعدة متواجدة وتعمل، بالذات في طبعا احنا الامر الان محصور في ثلاث مستشفيات فقط، مستشفى مركز بنغازي الطبي وجلاء ومستشفى الاطفال. نعم. هذه تقدم خدمتها، ولكن قد تشتكي الناس من نقص في الأدوية، نقص في التحاليل، نقص في وسائل التشخيص، هذا امر لا ننكره يعني. نعم. ولكن هذا يعني امر خارج عن إرادة هذه المستشفيات وإداراتها. الأخوة في الجهات المسؤولة يعلموا هذا الشيء جيدا، وهم يعملوا حثيثا يعني من اجل انهم يدعمونا في هذا الجانب بحيث انها تتوفر الادويه. هناك اتصالات مع وزاره الصحه، مع جهاز الامداد الطبي. هذا ما كنت ساسالك عليه. هنالك بعض الصعوبات التي تواجهكم انتم كمستشفيات في مدينه بنغازي، ولكن ما جديد الاجتماعات مع وزاره الصحه والحكومه الليبيه المؤقته؟ الى اين وصلتم في خلال هذه الاجتماعات؟ نحن على تواصل مع وزاره الصحه ومع وكيل وزاره الصحه في مدينه بنغازي، وايضا مع جهاز الامداد الطبي. كان عندنا زياره البيضاء من حوالي 10 ايام. نعم. ورفعنا احتياجاتنا للمسؤولين، وهم ان شاء الله يعملوا، حتى وزاره الماليه ايضا تواصلنا معها، لان تظل هي البوابه المال يعني بالنسبه للمركز. نعم. وهم الان على درايه ويدرسوا في كيف ان هم يعني يدعموا المركز ويرفعوا من سقف الاحتياج المالي بتاعه، وان شاء الله يعني وعدونا خيرا، ونتوقع ان خلال الاسابيع هذه حيكون في انفراج ان شاء الله يعني. نعم. ايضا كان عندنا لقاء مع السيد المحافظ المصرفي المركزي في زياره المركز من حوالي يومين. نعم. وعدنا انه هو ان شاء الله في موضوع التحويلات المصرفيه للعناصر الطبيه اللي ما زالت متبقيه حتى نحافظ عليها ان شاء الله، وعدنا انه هو خلال الاسبوع القادم هذا حيكون في هناك يعني انفراج في هذا الامر، وهذه راهي مهمه جدا الخطوه هذه. نعم. ايضا وعدنا انه يكون هناك تعاون فيما يخص الشركات العامله في المركز، لأن هذه الشركات لديها عمالة أجنبية وهي تحتاج إلى أيضا دعم. طيب، خلال اجتماعاتكم مع الحكومة المؤقتة وأيضا وزير الصحة، هل بما يتعلق بالأدوية وأيضا المستلزمات الطبية، هل خاطبوا شركات خارج الدولة الليبية وأيضا استجلاب الكوادر الطبية الأجنبية الخارجية؟ طبعا سؤالك في شقين مهمين. الشق الأول اللي هو يرجع لرئاسة الوزراء وأيضا مصرف ليبيا مركزي. نعم. لتواصل مع
موضوع الأرصدة الليبية وموضوع اللي هو العائد نتاع العملة الصعبة لليبيا. وأعتقد أن السيد المحافظ أشار أن إن شاء الله حيكون في هناك عائد مهم لمصرفي المركزي في البيضة. نعم. وهذا بالتالي سيتم توزيعها على القطاعات اللي هي الخدمية بالذات الصحة يعني بالدرجة الأولى والمستشفيات العاملة هذه. نعم. فهذا حيسبب لنا إن شاء الله إفراجها. أيضا جهازنا الطبي إن شاء الله ساعي في أنه هو يعني يطرح عطاء أعتقدنا في بعض الأدوية التخصصية. نعم. مثلا موضوع الأورام وموضوع القلب وبعض المستلزمات الجراحية اللي هي يحتاجوها في الجراحات. وأعتقد إن شاء الله يعني هنقول يعني حتساعدنا جدا في هذا الأمر. نعم دكتور، الكل يعرف بأن هنالك مستشفيين في مدينة بنغازي، ولعل الثالث هو مستشفى الأطفال اللي هو مركز بنغازي الطبي، وأيضا مستشفى جلاوة مستشفى الأطفال، ولكن هنالك العديد من المستشفيات الخاصة وأيضا العيادات الطبية الخاصة. هل هنالك تنسيق فيما بينكم واجتماعات فيما بينكم لتفادي ربما بعض الأزمات التي تحدث في مدينة بنغازي وتقديم خدمة طبية للمواطن الليبي؟ طبعا هو القطاع الخاص يعتبر قطاع داعم ايضا للخدمات الصحيه في المدينه. طبعا هذا قطاع اهلي يعتبر، وبالتالي له يعني تشريعات تختلف على اللوائح اللي نعمل بها نحن، لكن التعاون موجود. الى اين وصلتم في هذا التعاون؟ هو طبعا فيما يخص هو في تعاون مع اللي هو في موضوع الجرحى بالذات، اعتقد ان المصحات والمستشفيات الخاصه كان لها دور اعتقد في الموضوع هذا ولها وقفه يعني ايجابيه جدا، واعتقد نحن يعني ان شاء الله يعني نشوف فيها ان هي مهمه هذه، وبالتالي نحن لمسنا اهميه ان تواجد قطاع خاص سواء كان يخص الهلال الاحمر او العيادات الخاصه اللي هي موجوده في بنغازي. فاعتقد ان هذه يعني كانت فيها تعاون ايجابي بدرجه كبيره. نعم. طيب دكتور، أيضا بناء على قرار الحاكم العسكري قام وكيل وزارة الصحة بتعيين أو بتقديم رسالة للمستشفى بتحديد المتغيبين من الأطباء وأيضا العناصر التمريض، هنالك الكثير من الأطباء متغيبون، ما تعليقك بخصوص ذلك؟ بالنسبة أنا أتكلم طبعا عن مركز بنغازي الطبي لأن أعلم العمل فيه جيدا. بالنسبة لتعميم السيد وكيل وزارة الصحة وعمم خطاب السيد اللي هو الحاكم العسكري. نعم. نحن طبعا كان عندنا إجراءات في هذا الصدد. نعم. والإدارة الآن تعمل على حصر كافة الناس اللي هم متغيبين خارج الخدمة نقدر نقول. فبالتالي نحن الآن قل هذا الأمر قل طبعا من فترة هو، ولكن حتى وإن حدث فهو يعني يحدث بصورة يعني فردية جدا وليست في العموم. الأطباء متواجدين، جداول المناوبات موجودة في الأقسام اللي هي التابعة في هذا الأمر، وعندنا لجان تابعة في العمل الطبي، فإن شاء الله نقول الأمر هذا إحنا في مركز بنغازي مسيطرين عليه يعني. نعم. ولن يكون طيب ما هي يعني. طيب ما هي الإجراءات التي ستتخذونها حيال هؤلاء الأطباء والعناصر التمريضية المتخلفين عن الدوام وأيضا عن الحضور للمستشفى؟ والله إن شاء الله ما نتمناش أن أحد من الزملاء يغيب، لأن الفترة هذه تعتبر العمل فيها يعتبر واجب جدا وملزم، غير أنه هو موضوع إنساني بالدرجة الأولى، ولكن نحن لن نجامل طبعا بأي شكل من الأشكال. نعم. لن نجامل في أي تقصير يعني. نعم. طيب أمراض الكلى وأيضا أمراض السكري، نقص كبير للأدوية لهذين المرضين الرئيسين. أيضا قبل يوم من الآن هنالك أيضا نوع من الأدوية التي تعاني أو التي تقوم بمعالجة الحروق، هو الآخر يعني لاحظت أن هنالك نقص كبير فيه، ماذا تحدثنا عن نقص الأدوية في مركز بنغازي؟ طبعا هو نقص الإمداد الطبي هذا موجود تعاني منه مدينة بنغازي من فترة ولازال مستمر، وكيف ما ذكرت لك الموضوع متشعب جدا، ولكن نسعى في حلول إن شاء الله من أجل تجاوز هذا الاختناق. نتعامل مع الموردين نحن بشكل مباشر، الآن عندنا مخصصات مستقلة، الإعلانات بالنسبة للاحتياجات تنزل بشكل شفاف على المواقع المستشفى وهي موجودة ومتاحة للجميع. فإلى حد كبير نحن ممكن نقول لك أكثر من 70% 80% من الاحتياجات في الأشياء الطارئة موجودة. ما نعجز عنه هو في موضوع الأدوية التخصصية، خصوصا موضوع الأورام والقلب بالدرجة الأولى، وأيضا بعض الأدوية التخصصية في الأعصاب والكلى. بالأمس كان عندنا لقاء مع مدراء المصارف في بنغازي بحيث أنهم يساعدونا في موضوع اللي هو المرضى أن يكون عندهم فرصة أنهم يعني يستطيعوا يعني يحصلوا اللي هو العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وبالتالي خفوا المعاناة في موضوع بعض الأدوية التخصصية.
إن شاء الله إحنا سعيين في هذا الترتيب من خلال اللي هو وكيل الوزارة وأيضا اللي هو المصارف يعني. نعم دكتور محمد، دعني في هذه اللحظات أشرك معي ضيفي عبر الهاتف نادر كويري، وزير وكيل وزارة الصحة. سيد نادر، بداية أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حضرتك. بخصوص الزيارة الأخيرة والاجتماع مع وزير الصحة رضا العوكلي، ما ترتب على هذه الاجتماعات من، هل لك أن تعطينا بعض الترتيبات وأيضا محاور النقاش حول هذا الاجتماع؟ نعم، التحية لك والكاف والضيفك الكريم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعني بس أرجع بك قليلا للوراء بخصوص الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة في بنغازي أو في ليبيا ككل. أكاد أحصرها في ثلاث في نقاط هي المهمة بالدرجة الأولى. أولا خروج حوالي أكثر من 10 مرافق طبية خارج الخدمة في مدينة بنغازي نتيجة وقوعها في مناطق اشتباكات. لعلك تدرك والحضور والمستمعين أن مستشفى الجمهورية، مستشفى الهواري، مستشفى الكلى، مستشفى المسالك، مستشفى النفسية، مستشفى العيون، كل هذه المستشفيات فقدناها دفعة واحدة. يعني إحنا أكثر من 80% من السعة السريرية في مدينة بنغازي، أكثر من 80% من السعة السريرية فقدت، وهذه طبعا كفيلة بأن تؤدي إلى انهيار أي نظام صحي في العالم لما تفقد أكثر. والمعاناة أصبحت واضحة دكتور نادر لعدد المستشفيات في مدينة بنغازي لتقديم الخدمة الطبية للمواطن الليبي. صحيح، وهذا هذا هذه أخي الكريم، هذه النتائج التي أدت، هذه الأسباب عفوا التي أدت إلى النتائج الحالية. نحن نعاني يعني في صعوبات جمة، لما قلت لحضرتك هذه إحدى المشاكل، بالإضافة إلى موضوع دكتور نادر هنا أسأل، ما هو دور وزارة الصحة حيال هذا الأمر؟ يعني ما هي الحلول التي قدمتموها؟ صحيح، أنا بس دعني حتى أسترسل حتى نأتي ما نقوم به. الأطقم الطبية كما أسلف الدكتور محمد، الأطقم الطبية للأسف عانت، طبعا بالذات الأطقم الطبية الأجنبية المتخصصة. هذه الأطقم سحبت نتيجة الظروف من سفارات الدول، بالإضافة إلى وجود مشاكل صعبة في تحويل الأموال بما يقابلها من العملة الصعبة، لأن هؤلاء المغتربين هم يعملون في خارج بلادهم لتوفير العملة الصعبة وتحويلها إلى وفق القانون إلى بلادهم، وهذا كان إلى هذه اللحظة يعني أصبحت في صعوبة شديدة جدا. نحن في انتظار وعد المصرف المركزي من خلال السيد الأستاذ علي الحبري، لوعد مشكورا بأن ينظر إلى هذه المشكلة بعين الاعتبار حتى لا يتفاقم الوضع، لأن نحن فقدنا أكاد أقول أكثر من 90% من الأطقم الأجنبية الموجودة غادرت، وهو ما أدى في خلل وأدى في فراغ، وخاصة فيما يعرف باسم التمريض التخصصي كالقبالة والتمريض العمليات وغيرها. الشيء الأخير الآخر موضوع الأدوية والإمداد، توفير الدواء هذا كان يعني عن طريق جهاز الإمداد الطبي، وهو جهاز مركزي مستقل عن وزارة الصحة. دور وزارة الصحة هو دور إشرافي عليه هذا الجهاز بميزانية مستقلة، وهو ما يقوم بتوفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بكافة المستشفيات في ليبيا. نعم. في إحصائية عندنا، ليبيا تحتاج إلى حوالي وفق وزارة الصحة إلى حوالي 3 مليون دينار من الأدوية يومي. تتكلم عن بالذات الأدوية التخصصية كأدوية السكري، أدوية الأورام، وهنا أسأل حضرة الوكيل عن دور وزارة الصحة حيال هذا الأمر. هل خاطبتم الشركات خارج الدولة الليبية لتوفير هذه الأدوية، خصوصا أن المواطن يعاني مرارة نقص هذه الأدوية؟ صحيح، بداية وضع الحل تم الاتفاق على تسمية وكيل وزارة خاص بمدينة بنغازي يكون مواثب الأمور من على قرب ويكون مقره في بنغازي، ويحاول على الأقل لوجستيا كيفية تسهيل عمليات الاتصالات وكيفية توفير الاحتياجات والتواصل معه سواء الوزارة أو المنظمات. كل المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية تمت مخاطبتها، سواء من منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة بما يوجد، سواء عن طريق الرسائل الرسمية، عن طريق المؤتمرات الدولية، كذلك عن طريق
وسائل الاتصال لنا سواء عن ايميل ولا عن في كافه المحافل. وللاسف الاستجابه بسيطه جدا وتكاد تكون يعني مخيبه للامان. يعني مثلا حتى لما نستلم يعني مثلا حاليا استلمنا بعض الادويه الخاصه بادويه الكلى او بادويه السكري مثلا حاليا استلمنا مجموعه، ولكن هذه الكميات لا تتلائم ولا تكفي الاحتياج اللي نحتاجه سواء في مدينه بنغازي او ما حولها. كافة المنظمات بما يوجد من المستندات تم مخاطبتها حتى بالوسائل المباشرة في المؤتمرات، وكذلك من زيارة حتى في مبعوث الأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر أو قبل اللي هو السيد ليون، تم التواصل معهم وإبلاغهم بكافة الاحتياجات الإنسانية وأن ينأى بها عن أي صراع سياسي. نعم. أن نحن في حاجة إلى الدواء وخاصة في الأدوية التخصصية الغالية الثمن التي لا يمكن توفيرها حتى عن طريق الصيدليات الخاصة. كما أسلف الدكتور حاولنا هذا اللي هو جزء من الاتصالات اللي سواء بالمنظمات والأن عليها أن تتحلى بروح المسؤولية تجاه ما يحدث وخاصة في مدينة بنغازي أو المدن كمدن منكوبة وفي ليبيا بصفة عامة. طيب دكتور نادر، هل لك أن تحدثنا أيضا عن قرار وزير الصحة القرار رقم 173 لسنة 2016 بشأن منح المكافآت التشجيعية للعاملين بالمستشفيات وأيضا بالكوادر الطبية والطبية أيضا المساعدة بالأقسام الأسعاف والطوارئ بالمستشفيات، هل لك أن تحدثنا عن هذا القرار؟ هو قبل بس فعلا هو بس انت سالتني حضرتك على الاجتماع اللي كان مع وزير الصحه من كم يوم واستغرق اكثر من 3.5 ساعات، تمت فيه مناقشه العديد من هذه الامور. النقاط السريعه اللي ممكن اذكرها لحضرتك، اولا اعاده اعمار المستشفيات اللي وجدت الموجوده حاليا في مناطق المحرره وعلى راسها مستشفى النفسيه. مكتب المشروعات هنا بديوان الوزارة قيم جميع هذه المستشفيات وحطينا أولويات بالتفاوض مع السيد رئيس الوزراء في اجتماع حضر مع سيادة الوزير وفي متواصل مع رئيس لجنة الصحة في البرلمان ومدرية بنغازي. وضعنا خطة سريعة لهذه المستشفيات حتى نستعيد السعة السريرية في مدينة بنغازي كمستشفى مركز القلب والكلى والنفسية وخلافهم. طبعا وضعت الأولويات نتيجة عدم توفر السيولة المالية لدى رئاسة الوزراء، فوضعت حسب تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الوزراء وضعت أولويات. على رأس هذه القائمة حاليا هو مستشفى الأمراض النفسية الذين يعانون بعد أيضا دكتور نادر، كنت أريد أن أسألك عن أيضا مستشفى الأمراض النفسية والآخر معاناة كبيرة يشهدها النزلاء داخل هذا المستشفى. ما هي الحلول التي ستقدمونها لمستشفى الأمراض النفسية؟ هو من خلال ما استدعي في حضرتك توا بالدرجة الأولى ورقم واحد التركيز على المبنى الإيوائي لمرضى الأمراض النفسية. هؤلاء المرضى نتيجة طبيعة المرض الخاصة بهم يحتاجون إلى مكان خاص ويحتاجوا إلى مستشفى مستقل خاص بهم. حاليا لسوء الظروف موجودين في مستشفى نفسية، نحن لم نجد مكان آخر حتى نلجأ إليه. يعني أنت لما نقول لك إحنا فقدنا مستشفيات، يعني لك أن تتخيل 200 مريض إيوائي موجودين داخل مستشفى أمراض النفسية، حوصلوا داخل مستشفى وتعرض المستشفى إلى الى 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 يعني القذائف وهم موجودين داخله. فلما خرجنا بهم في ذلك اللحظه ممكن هذه يعني الفتره السابقه لم يكن هناك اي مكان بالامكان ان نتوجه اليه، فعمليه وضعهم في المدرسه كانت هذه خيار مر، ولكن لا يوجد لدينا بديل، لم يكن هناك اي بديل باستثناء المدرسه. حاليا نحن بطور كيف ما قلت لحضرتك تجهيز مستشفى نفسيه، وضعت الصوره كامله الان الى سياده رئيس الوزراء للبدء لإعطاء الإذن بالبدء في تجهيز المستشفى وكذلك نقل المرضى من المدرسة إلى هذا المبنى. بالإضافة النقطة الثانية، تم تجهيز مبلغ حوالي 10 مليون دينار تم يعني توزيعه على المستشفيات وفق آلية وتخاطب عن هذه المستشفيات، من ضمنها مستشفى النفسية استلم مبلغ. هذا المبلغ يفترض وفق إحصائيات ما يكفي إلى توفير الأدوية التخصصية لما يقرب من حوالي 2.5 شهر إلى 3 أشهر. سيد دكتور نادر، ولهم حرية التعاقد ولهم
من خلال لجانهم المتخصصة، هم المسؤولين الآن عن التعاقد لتوفير الأدوية في ظل المخصصات التي وفرت إليهم أو أعطيت لهم. نعم. كذلك كما أسأل في حضرتك. طيب. كذلك ينطبق الموضوع على مستشفى مركز بنغازي الطبي والجلاء وكافة المستشفيات العاملة. نحن هذه المبالغ لن تكون الحل الجذري للمشكلة، ولكن هذا زي الحل المؤقت، هو مبلغ يعني أول مبلغ يصرف مباشرة إذا المستشفيات للغرض أنها تتعامل مباشرة لتوفير الأدوية. دكتور نادر كويري، وكيل وزارة الصحة لمدن بنغازي الكبرى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة أيضا إلى الدكتور محمد، ما هي خطة اللجنة الإدارية بالمركز بنغازي الطبي في الوضع الحالي؟ هو طبعا نحن دائما نسعى إلى وضع أولويات في أي سياق عمل في إطار أزمة. يعني نحن ما نقدرش نحل المشاكل كلها دفعة واحدة، ولكن وضعنا أولويات، وكان من ضمن أولوياتنا هي التوسع في السعة السريرية حتى نحل الاختناق قضايا. فمن شهرين استطعنا أن نتوسع بحوالي 40 سرير، وهذه كانت يعني خطوة عاجلة وساهمت بشكل كبير في حل جزء كبير من هذا الاختناق. أيضا نحن الآن سعيين إن شاء الله في اللي هو افتتاح جزئي للبرج الثالث، وبالتالي نزيده في السعة السريرية. على ماذا يحتوي البرج الثالث؟ هو الآن لا يعمل طبعا، نتيجة أنه هو لم يجهز تجهيز من الأساس، من برج ثالث مرحلة زالت متقدمة من الأساس. نعم. ولم يجهز في السابق أصلا، ولكن نحن الآن سعينا نحن إن شاء الله أن ننقل قسم الأورام أن يكون في البرج الثالث، وهذه خطوة على الأقل تعطي سعة في الأماكن السابقة. أيضا نحن إن شاء الله سعينا أن نقدم خدمة أخرى لمرضى القلب في قسم قسطرة جديد، إن شاء الله حيفتح إن شاء الله المدة الجاية، وعيادات تخصصية إن شاء الله حيتم تشغيل المعمل بصورة جذرية إن شاء الله الفترة القادمة، إن شاء الله ممكن خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الكثير. وهذه أشياء أعتقد أن هي أولويات من ضمن عملنا. أيضا قسم الطوارئ تم معالجة بعض المشاكل اللي فيه، ويكون هناك معمل مصغر موجود في قسم الطوارئ، وبالتالي الحالات الطارئة ما تحتاج أن هي تبحث. نعم. عن التحاليل. طيب لك أن تحدثنا عن أبرز المشاكل التي يواجهها قسم الطوارئ داخل المركز بنغازي الطبي وأيضا في باقي المستشفيات الأخرى. طبعا قسم الطوارئ هذا يعتبر هو البوابة الرئيسية لأي حالة تراجع المركز بنغازي الطبي في حالة اللي هو الطوارئ. تم معالجة نقص التمريض وتنظيم بعض الأمور فيه، تم تزويد بعض التجهيزات من أجهزة المراقبة وأجهزة رسم القلب والإنعاش وغيرها. أيضا ركزنا على موضوع المستلزمات أنها دائما تكون حاضرة في هذا القسم، يعني أنت عارف هذا القسم يعمل على مدار الساعة، يعني موجود العمل فيه، وبالتالي الاحتياج فيه دائما متواجد، وهذا هو القسم اللي يستقبل فيه إسعاف يعني جرح الجيش. نعم. فخصصنا أطقم طبية من جراحة وعظام متواجدين يعني بشكل مكثف في هذا الجزء من المستشفى، وان شاء الله يعني الصوره بدات يعني تستقر فيه بصوره يعني بشكل افضل من السابق يعني. نعم. طيب دكتور محمد، ما هي القدره الاستيعابيه لمركز بنغازي الطبي وايضا المستشفيات الاخرى في مدينه بنغازي للمفيدين من المرضى داخل مدينه بنغازي؟ وكما اسف السيد الوكيل ان احنا فقدنا حوالي 80% من السعه السريريه الفاعله كانت في مستشفيات بنغازي، واصبحت محصوره الان في مستشفيين ومستشفى الاطفال. مركز بنغازي الطبي السعه السريريه بتاعه ممكن توصل 1000 سرير لو ان تم تشغيله، لكن طبعا هذا صعب جدا. احنا لو وصلنا لعند 500 سرير يعني نص. طيب ما هي الصعوبات التي تقف امامكم حيال تشغيل هذا؟ الصعوبات كثيره جدا، يعني موضوع مش موضوع تجهيزات فقط، موضوع توفير موارد بشريه من اطقم طبيه بالذات، اطقم تمريض هذه غير ميسرة الآن. الاستجلاب من الخارج الآن يعني صعب جدا، لأن هناك دول لديها حظر على سفر رعاياها إلى ليبيا، فبالتالي هذه حتى هي تواجه فينا المشكلة هذه في تمرير أي قرار استجلاب. نعم. أيضا هناك يحتاج إلى توفير معدات طبية وتجهيزات، وهذه الآن فيها ظروف صعبة جدا، فهذه نعتبرها أنها خطوة مهمة ولكن مؤجلة إلى أن تنفرج الأزمة المالية بالذات. وكما أسلف السيد المحافظ إن شاء الله نقول لو الخطة اللي قدمها وشرحها بالأمس أمام مدراء المصارف والجهات المسؤولة، نعم، أعتقد هذه حتحقق انفراجة في الخدمة الصحية بشكل كبير يعني. نعم. طيب العودة للخطة التي قمتم بها أنتم كلجنة إدارية للمركز. العودة كما قلت لك نحن حطينا أولويات الأشياء اللي هن قمنا به إن شاء الله، يعني في جانب الطوارئ السعة السريرية حاولنا نتوسع فيها قليلا، تعاون بعض المستشفيات معنا من الأطقم الطبية بتاعها حنفتحه ممكن 100 سرير أخرى.
في الجراحة وفي الباطنة بالذات. مستشفى العيون الآن يعمل عندنا في مركز مغازي الطبي، لأنه هو طبعا في واقع في منطقة الشبكات، وبالتالي خدمات العيون لها تو الآن شهرين تقدم من خلال مركز مغازي الطبي من خلال الأطباء والتمريض مستشفى العيون. هذا كله تم بالتنسيق يعني مع المستشفيات. أيضا قسم الولادة يعني جانب كبير منه يعني متعاونين معنا فيه، اللي هم أطباء وقابلات مستشفى الجمهورية. نعم. طيب دكتور محمد، إذا ما تعاونت المستشفيات في مدينة بنغازي المتواجدة حاليا مع المستشفيات العامة وأيضا الخواص، ما مقدار الخدمة الطبية والصحية التي تقدمونها للمواطن الليبي؟ احنا نتمنى نكون مثاليين يعني في تقديم الرعاية الصحية، لكن هذا أمر صعب في ظل هذه الظروف. أنا لا أنكر أن هناك أشياء تحد من نكون مثاليين جدا، ولكن على الأقل يكون الأدنى المقبول هذا موجود إن شاء الله. المريض اللي يسعف عندنا يعني إن شاء الله ما يعني يكون في أيدي آمنة. وسائل التشخيص إن شاء الله الأشعة والأشعة المقطعية والموجات الصوتية تعمل الآن في المركز، يعني كانت ممكن متوقفة عن عمل الفترة الماضية. نتمنى زيادة هذه الوسائل التشخيصية إن شاء الله الفترة القادمة، ولدينا إن شاء الله يعني مشروع عن طريق السيد الوكيل والوزارة في أن تكون هناك شركة متخصصة من الخارج حتى تراجع كل الأجهزة اللي موجودة عندنا اللي هي مفروض تشتغل وتسين، وهذا جزء مهم راه يحد من العمل أن احنا يكون عندنا أجهزة قادرة أنها تعمل بدل الأعطال اللي ممكن للأسف القدرة الفنية متاعنا احنا صعب أن نعيد إصلاحها. فهناك طيب يعني محمد، بالحديث عن الأجهزة التي أو المعطلة داخل مستشفيات مدينة بنغازي، هل لك أن تسمي لي هذه الأجهزة؟ طبعا هي أجهزة مهمة، أنا بالذات في موضوع الوسائل التشخيصية نحتاج هنا في يعني عجز كبير في هذا الأمر، هناك احتياج كبير عندنا. طبعا احنا عيادات تخصصية في كل التخصصات، وبالتالي المريض لما يطلع من الطبيب يحتاج إلى صورة موجات صوتية، يحتاج إلى صورة أشعة مقطعية، يحتاج إلى تصوير خاص. هذه طبعا فعاليتها قلت جدا نتيجة الأعطال اللي أصابت كثير من هذه الأجهزة. إحنا في هالفترة الماضية أصلحنا جهاز اللي هو الأشعة المقطعية اللي كان يعمل في المركز الآن يعمل. أجهزة الموجات الصوتية عندنا 5 أجهزة، منها 3 خارج الخدمة، فقط 2 اللي يعملن. فنتمنى تعاون الشركات المتخصصة في أن هي تقوم بدعمنا في موضوع الصيانة، والسادة في وزارة الصحة يعلموا هذا الأمر، وإن شاء الله في تواصل يعني وضغط على هذه الشركات أن هي تعود للعمل بحيث أن احنا نستطيع أن نسرع من عملية الوسائل التشخيصية هذه. طيب دكتور محمد، ما هو دور إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة في حل أزمة نقص المستلزمات الطبية والأدوية؟ كان لنا زيارة في من أسبوع تقريبا، قابلت مدير إدارة الصيدلة في وزارة الصحة في البيضة وشرح لي حتى هو الوضع والصعوبة اللي يواجه فيها هو كمدير إدارة. ولكن برغم هذا يعني كان متعاون معنا في بعض التوريدات اللي وردتها وزارة الصحة الفترة الماضية من خلال منظمة الصحة العالمية، لأن هناك تواصل قوي بين الوزارة وبين منظمة الصحة العالمية، فنحن الآن على تواصل معه وقاعدين يمرضوا في بعض المستلزمات اللي هي الجراحية بالذات والأدوية اللي هي الطارئة من خلال إدارة الصيدلة هذه، ويعني بقدر ما يعني يغطي الاحتياج، وإن كان الاحتياج هو أكبر من اللي متوفر عنده يعني. نعم. طيب من جراء كل نقص هذه الاحتياجات وأيضا الكوادر الطبية وأيضا المستلزمات الطبية، هل تعاونتم مع منظمات خارجية تقوم باستجلاب الأدوية والمعدات الطبية ولو بالشيء البسيط؟ هنالك العديد من المنظمات الخارجية والهيئات أيضا الخارجية تقوم بمساعدة قطاعات الصحة في باقي الدول، ما دوركم حيال ذلك؟ طبعا هذا الأمر يعني يتم من خلال قناة وزارة الصحة، نحن نتواصل مع بعض المنظمات، وكما ذكر السيد الوكيل من دقائق يعني الاستجابة مش بالصورة اللي يحتاجها دعم الخدمة الطبية في مركز مغازي الطبي. احنا التعاون معهم موجود ولكن شحيح جدا وياخذ وقت طويل، يعني نذكر وشحنا مشحنات الآن لها 4 شهور وهم يعدوا فيها يعني، فيعني لما نحتاجوها ما نجدوهاش. نعم. يعني هم متواصلين معهم ولكن التعاون يعتبر مش بالمستوى المطلوب، وأعتقد أن هذا أمر يحتاج إلى ضغط من الحكومة على منظمة الصحة العالمية أو المبعوث الأممي بحيث أنه هو ينظر للمسار الإنساني كيف ما ينظر للمسار السياسي. لأن الاحتياج الإنساني هذا احتياج يعني يمس حياة الإنسان ولا ينتظر يعني ولا ينتظر الحوارات يعني.
دكتور محمد زوي رئيس الإدارة بالمركز بنغازي الطبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، خلال حلقات أو خلال هذه الحلقة لبرنامج أخبار البلاد تطرقنا إلى العديد من الأخبار في جل البلديات في بلدنا ليبيا، وأيضا قمنا أيضا بتقرير أعد لنا زملاء فريق الأعداد بأخبار البلاد، أيضا تقرير عن السلع التموينية وأيضا ارتفاع الأسعار، أيضا تحدثنا عن حجم المعاناة التي يعاني منها مستشفيات مدينة بنغازي والمواطن الليبي في مدينة بنغازي. نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أطيب الأماني، دمتم في رعاية الله.